السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. ما طبيعة العلاقات بين الصين والكيان الصهيوني؟ ما أبرز المجالات التي تتوسع فيها تلك العلاقات؟ كيف يبدو نمو العلاقات بينهما؟ وما أبرز التحديات المصاحبة التي يواجهها الكيان الصهيوني وحليفته أمريكا في هذه أو في هذا المجال؟ وفي زهرة المدائن تتابعون معركة البقاء في القدس. أما في ذاكرة فلسطين فحديثنا في هذا اليوم عن مؤتمر شرم الشيخ عام 1996، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. بعد إقامة الكيان الصهيوني وضع ديفيد بن غوريون في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي بعض ثوابت السياسة الخارجية الصهيونية التي أعدها ضرورية لتجاوز ما سمي آنذاك بالطوق العربي والحصار الدولي على الكيان الصهيوني. اعتمد في سبيل تخطي الصعوبة الأولى ما يعرف بسياسة القفز فوق الحواجز الإقليمية من خلال إقامة جسور أمنية واقتصادية وسياسية تساعد على التخفيف من وطأة الحصار العربي آنذاك. شهدت العلاقات الصهيونية الصينية على وجه الخصوص مراحل تطور طويلة ومنعطفات خطيرة واختلافات عميقة، وقد يعود ذلك للتأييد الصيني للقضايا العربية على مدار عقود طويلة، مما جعل المشوار الصهيوني الصيني هو الأطول في تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول. ومرت العلاقات بين الدولتين بين مزدوجين في عدة مراحل نستعرضها ونناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج من فلسطين مع ضيفين الكريمين في الأستوديو، الدكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط. مرحبا فيك دكتور معنا في هذه الحلقة. كما نرحب بضيفنا من غزة الأستاذ محمد حمادة المتخصص في الشأن الصهيوني حتى يطلعنا على طبيعة هذه العلاقة من الطرف الصهيوني، ولكن نبدأ بحول الله بعد مشاهدة هذا التقرير، فابقوا معنا. شهدت مسيرة العلاقات بين الصين الشعبية وكيان العدو تطورات حينا ومنعطفات خطيرة واختلافات عميقة حينا آخر منذ عقود طويلة تمتد من أوائل الخمسينات وحتى زمن قريب، إذ تباينت رؤية الدولتين في أسلوبهما ومواقفهما من عملية إقامة علاقتهما الدبلوماسية، ولذلك اتسم الأداء النظري والعملي والدبلوماسي من جانب الدولتين بالتناقضات المتأرجحة بين الإقدام والإحجام والحماس والفتور، وأصبح المشوار الصيني الصهيوني الأكثر طولا
في تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول. العلاقة بين الصين وإسرائيل، دولة الاحتلال الإسرائيلي، هي علاقة رأت النور وتزايدت بعد عملية السلام، بعد توقيع عملية السلام في أوسلو في العام 1993 و94، حينما انفتحت إسرائيل على العالم بعد عقد هذه العلاقات مع الهند ومع أمريكا اللاتينية ومع العديد من الدول التي لم تكن لها يعني علاقات دبلوماسية ولا سياسية. عملت دولة الاحتلال وبكل ثقلها لفتح ثغرة في سور الصين العظيم والحصول على اعتراف من أكبر دولة بشرية في العالم، والتأثير على سياستها تجاه الصراع العربي الصهيوني، وخاصة كبح جماح التعاون العسكري الصيني العربي للحصول على حيز أكبر من السوق الصينية، وخاصة في مجال التعاون العسكري التكنولوجي، والأهم هو ما بدأت تلمسه دولة الاحتلال من فتور في حرارة الدعم الغربي لسياستها، وسعي واشنطن إلى تحديد خطوط حمراء لحكومة العدو لا ينبغي أن تتعداها، وأن تعمل على إعادة تعريف علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن في ضوء المعطيات الدولية والإقليمية الجديدة، وكسر آخر قيود الحصار الدولي المفروض عليها، خاصة وأن الصين من الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. الصين قامت بوضع كثير من الاستثمارات التجارية في دولة الاحتلال الإسرائيلي في الموانئ والقطارات، فهي حازت على توسيع ميناء حيفا وإنشاء قطار سريع من إيلات إلى تل أبيب، وهذا التوثيق في هذه العلاقة وارتفاع حجم التبادل التجاري أدى إلى حالة من التوتر في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي تعمل على تحجيم النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط. وعبر السنوات الماضية شهدت علاقات العدو الصهيونية العسكرية مع الصين انتعاشا كبيرا منذ الثمانينات، خاصة مع شعور الصين بحاجتها إلى التكنولوجيا العسكرية الصهيونية، والتي استفادت كثيرا من التعاون الاستراتيجي مع واشنطن، فضلا عن تراجع مبيعات الأسلحة الصهيونية في تلك الفترة إلى جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وإضافة إلى تشابك المصالح الأمنية والعسكرية بين الصين والاحتلال، فإن دولة العدو تنظر باهتمام إلى سوق الصين الواسع والمتعطش للسلع والخدمات المتقدمة الذي يمكن لكيان العدو أن تحتل موطئ قدم فيه. فهل ستشهد العلاقات الصينية الصهيونية مزيدا من التوطيد على شتى الأصعدة العسكرية والتكنولوجية في ظل تصاعد وتيرة التكتلات العالمية بين دول العالم العظمى؟ تحية طيبة مشددة أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع. إذا نحن نتحدث عن موضوع مهم من الموضوعات التي استطاع الكيان الصهيوني أن يحقق فيها إنجازات كبيرة، وهي العلاقة المتطورة مع الصين، ونحن نعرف مكانة هذه الدولة وموقعها الآن في السياسة الدولية، ونعرف كم عانت دولة الاحتلال الغاشم في تطوير هذه العلاقة. دعونا نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور محمد مكرم بلعاوي، رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بكم دكتور. في المقدمة قرأت أن تاريخ العلاقة أو إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني والصين كان الأطول في تاريخ هذه الدولة، ومرت بمعاناة شديدة حتى حققت هذا الاختراق المهم. هل من لمحة سريعة عن طبيعة تلك العلاقة؟ بالطبع إذا نظرنا إلى دولة الصين الحديثة، هي دولة ناتجة عن ثورة، وهذه الدولة أسست عام 1949، والمبادئ التي قامت عليها هي قائمة على التحرر من الاستعمار الأجنبي والاحتلال، سواء كان هذا الاستعمار هو أوروبي أو ياباني، ولذلك كان من المنطق أن هذه الدولة معادية لكل ما يتصل بالاستعمار الغربي، وإسرائيل جزء من ذلك، وداعمة لكل حركات التحرر. وفي البداية كان هناك خلاف جذري وحقيقي ما بين داخل المعسكر الشيوعي، ما بين على سبيل المثال ماو سي تونغ وخورتشوف اللي هو الرئيس الثالث للاتحاد السوفيتي، وزعم حينها ماو سي تونغ بأنه خورتشوف أصبح ينحو نحو اليمين، ولذلك الصين عدت حالها هي الداعم الأساسي لحركات التحرر، ولذلك كان من غير المنطقي أن تذهب الصين إلى الاعتراف بإسرائيل أو دعمها، وهي تعلم يقينا بأن إسرائيل هي عبارة عن مشروع استعماري. لكن في بداية السبعينيات كان هناك تحول أساسي في السياسة الخارجية الصينية،
عندما شعرت الصين بأنه المشاريع التي ذهبت إليها في تطوير البنية التحتية والاقتصاد وما إلى ذلك هذه لم تحقق أهدافها، كان هناك خصومة حادة مع الاتحاد السوفيتي، كان في مواجهة عسكرية مع الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى مواجهة عسكرية مع الهند. ذهبت الصين باتجاه التصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد نيكسون، وكان عراب هذا الأمر كيسنجر. ثم بعد أن توفي ماو سي تونغ واستلم دينغ الحكم كان هناك في تحول جوهري في السياسة الخارجية الصينية تجاه البعد عن الحالة المثالية والتحول باتجاه أن تكون الصين مصنع العالم والتقارب مع العالم الغربي، ولذلك رأينا أنه هناك في نوع من الكمون في العلاقات الخارجية وأصبح التركيز أكثر على الجانب الاستثماري والاقتصادي والتجاري. في كل هذه المرحلة كانت إسرائيل تراقب الوضع وتتحين الفرص. من الأشياء اللي مش كثير يعني منتشرة هي أنه إسرائيل على سبيل المثال غنمت عدد كبير من الآليات الدبابات والمدرعات في حرب تشرين أو حرب أكتوبر 73 وطورتها، لأنه هذا غنمتها طبعا من الجيش المصري بشكل أساسي، فأحدثت عليها تطويرات كبيرة وعرضتها للبيع فاشترتها الصين، وهي أيضا طورت بالدبابات الصينية نتيجة المواجهة التي حصلت في نهاية السبعينيات ما بين الصين وفيتنام، لأن فيتنام كانت قد حصلت على أحدث المعدات والتسليح من الاتحاد السوفيتي، بينما الصين اكتشفت بأن منظومتها التسليحية قديمة فسعت إلى تطويرها وحصل ذلك بمساعدة إسرائيل. لكن الاعتراف والعلاقات الدبلوماسية الحقيقية هي حصلت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وتوقيع اتفاقية أوسلو. وطبعا الصينيون كان شعارهم كما كثير من الدول أنه لا نكون ملكين أكثر من الملك. إذن تسعينيات القرن الماضي كانت البداية الحقيقية لتطوير هذه العلاقة المعلنة. نعم. ويبدو أن المدخل لهذه العلاقة دكتور كان تكنولوجيا عسكريا أمنيا بالدرجة الأولى قبل كل شيء، أليس كذلك؟ الصين لها مصالح متعددة من العلاقة مع إسرائيل، لعل أبرزها هو أنها تريد علاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدى ساسة كثيرين في العالم قناعة عميقة وراسخة أن البوابة الأفضل تجاه علاقة مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي إسرائيل. بالإضافة لأنه الكيان الصهيوني يسوق بأن له علاقة قوية مع رؤوس الأموال اليهود، وبالتالي يستطيع إقناع أصحاب الأموال بأن يستثمروا استثمارات خارجية في هذه البلدان، وعنده أسباب أخرى. السبب التكنولوجي، التطوير التكنولوجيا والتسليح لا شك أنه من أهم الأسباب، وخصوصا أنه الصين وهي مسكونة بالعقدة الاستعمارية تريد أن تصل إلى حالة من المنعة الذاتية وتحرق المراحل في سبيل تطوير البنية العسكرية والبنية التكنولوجية بشكل عام، ولذلك وجدت في إسرائيل السوق السوداء التي تستطيع أن تحصل من خلالها كل أنواع التكنولوجيا دون حساب، بينما العالم الغربي وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحفظ منذ البداية على تزويد الصين بالتكنولوجيا وبمنظومات تسليح متطورة، وتصطف كثيرا وما زالت إلى جانب خصومها التقليديين مثل تايوان والهند. نعم، فهمت منك دكتور أن المفتاح لعلاقة جيدة مع بين الصين وأمريكا هو الكيان الصهيوني، لكن هل نحن نعرف أن العلاقة تنافسية بين الصين وأمريكا، لماذا تسعى إلى تحسينها من خلال الكيان الصهيوني؟ لا، هي كانت جيدة إلى حد ما، لكن إذا أردنا أن نرفع سوية أو إذا أراد الصين أن ترفع سوية هذه العلاقة وتحصل على نوع من أنواع الحصانة وخصوصا في الكونغرس، تبعد العقوبات نتيجة التنافس التجاري الحاد والفرق الكبير في ميزان المدفوعات بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأسباب أخرى أيضا متصلة بتايوان وبالجوار الصيني، كان يجب عليها أن تحصل على التأييد من داخل المؤسسة الأمريكية وخصوصا في الكونغرس، وأفضل وسيلة لذلك هي إسرائيل. نعم،
دعني دكتور أرحب بضيفي من غزة الأستاذ محمد حمادة المتخصص في الشأن الصهيوني. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. يعني في الحقيقة كما تعرف أن الصين أو الكيان الصهيوني لم يصل إلى علاقة متطورة مع الصين في سنة أو في عشرة، وإنما امتد ذلك عبر جهود كبيرة طيلة عقود طويلة من الزمن منذ إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وحتى هذه اللحظة العلاقة متطورة. هل من إضاءة على هذا الموضوع من الجانب الصهيوني، يعني كيف سعى الجانب الصهيوني إلى تطوير علاقته بالصين ولماذا اختار هذه الدولة مع اعتباراته من أجل ذلك؟ نعم، هو كما تفضل وأشهد الدكتور ضيفكم الكريم، الاحتلال الصهيوني سعى إلى هذه العلاقة مع الصين بداية على أساس الاقتصاد، هو بحاجة إلى تطوير اقتصاده، ولكن ربما نؤكد على الزاوية من إحدى زاويات النظر الصهيونية، قوة الاقتصاد لديه هو يحتاجها من أجل أن يحقق شعور الأمن، سواء ذلك الاقتصادي وشعور الأمن الذي يسعى إليه لتحقيق المواطن من خلال الحروب أو ما يخوضه من معارك بين الحروب. إذن هو يحتاج اقتصاد قوي من أجل أن يبقي حالة التشبث أو على الأقل بقاء الصهاينة في هذه الأرض، وأن لا تحدث هجرة عكسية أو تسرب بالعقول. ومن هنا هو يبحث عن هذه الفرص الاقتصادية، وقد التقطها خلال رؤيته لأنه للصين التي أصبحت القوة الثانية اقتصاديا على مستوى العالم، وحسب بعض الدراسات عام 2032 هي المفروض أن تكون رقم واحد اقتصاديا على مستوى العالم. من هنا بدأت العلاقة التي تطورت على مدى 25 عام، وعام 92 كان أول اتفاق تجاري أو اقتصادي ما بين الصين والاحتلال، ثم تطور لكن مرة في مراحل يعني مد وجذب، وفي مراحل يعني كان هناك حتى ضبابية كبيرة على إمكانية استمرار العلاقة، إلى أن تطورت في زيارة نتنياهو عام 2017 ونظرية الصين الحديثة المسمى بطريق الحرير الجديدة التي تقع أو يقع الاحتلال بما يسيطر عليه من جغرافية فلسطين ضمن هذه النظرة، النظرية الصينية، وهي نظرية طريق الحرير الجديدة لتبادل تجاري ولاختراق نحو أسواق العالم خلال هذه البقعة الجغرافية. لا شك أن الاحتلال استغل ذلك جيدا، والتبادل التجاري أصبح في أوجه. الآن هناك كانت نقطة مهمة وضعت يعني كابح كبير على هذه العلاقة الاقتصادية، وربما حتى كابح على الطموحات العالية جدا التي كان يسعى إليها الاحتلال. نحن نعرف أن الاحتلال الآن يسود حالة اليمينية المتطرفة وصعود اليمين المتطرف إلى مراكز الحكم وإلى المؤسسات الحاكم، ونحن رأينا الآن من يعتبرون القبة، من يعتمرون القبة المنسوجة، أي من يمثلون التيار القومي الصهيوني الأكثر تشدد، باتوا يعني يرأسون مؤسسات مثل الشباك المخابرات العامة الصهيونية، وكذلك الموساد جهاز الاستخبارات الدولي، وكذلك مؤسسات مثل الشرطة وكبار في الجيش. نعم. الآن هؤلاء ينظرون إلى أو لديهم رؤية إلى أن يحققوا استقلالية الاحتلال حتى في قراره السياسي والأمني، وأن يحققوا في ذلك. هذا الطموح طبعا تحت مليون خط، هل يستطيعون ذلك أو لا يستطيعون؟ وإن ربما في إجابة سريعة، لا ولن يستطيعوا ذلك، أن يحققوا قدرتهم على حماية أنفسهم. نعم. بأنفسهم وقوة اقتصادهم بأنفسهم. نعم. الآن أنا ما أريد الوصول إليه أنهم يسعون إلى تحقيق استقلالية أمنية عن الولايات المتحدة الأمريكية بصفقات سلاح كانوا يريدون عقدها مثلا مع الصين، فجاء الكابح الذي ردع الاحتلال على الاستمرار في مثل هكذا صفقات، وكانت هناك صفقات سلاح ما بين الاحتلال والصين، تم إيقافه في اللحظات الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وضعت فيتو على هذه الصفقات بذريعة أن أو بتبرير أن أسرار أمنية أمريكية ستصبح في يد الصين ستستخدم ضدها وضد حلفائها مثل تايوان وبقية الحلفاء.
هذا من جهة، من جهة أخرى كادح للشركات الكبيرة التي طبعا بعد هذه الحادثة، حادثتين مشهورتين، نعم، فالكون عام 2000 وهارفي عام 2005، أصبح هناك جسم من أجل يعني وضع معايير لآليات التجارة، وتم حظر على كل المواد المسمى ثنائية الاستخدام، نعم، من أن تكون مادة التجارة ما بين الاحتلال والصين. من هنا أحجمت كثير من الشركات عن الاستمرار في التجارة مع الصين، وهذا أثر، هذا طبعا كان قبل عام 2017 التطور أو المرحلة الجديدة للعلاقة ما بين الاحتلال والصين مراعاة للخشية الأمريكية. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد. إذن هناك محاولة طمأنة من الصين أو من الكيان الصهيوني لأمريكا من أنها ما يتم التعاقد مع من خلاله مع الصين هو لأغراض مدنية ليس لأغراض أمنية وعسكرية. لكن قبل أن نصل إلى هذه الخشية الأمريكية وكيف يمكن أن يعالجها الكيان الصهيوني، هل نستطيع أن نقول أنه مقابل كل تقدم في العلاقات الصينية الصهيونية كان مقابله خسارة في العلاقات الصينية العربية والصينية الفلسطينية؟ لأننا نتحدث عن يعني في الحقيقة تقدم متصاعد واضح بين الصين والكيان الصهيوني. بظن أنه الصين استطاعت أن تفصل بين المسارين. حتى الدول العربية هي تهافتت على العلاقة مع إسرائيل منذ فترة مبكرة. الفلسطينيون أنفسهم بما في ذلك الراحل عرفات كان يتفهم هذا النوع من العلاقة، ليس الصين فحسب وإنما أيضا الهند ودول أخرى. ولذلك الصين لا تجد أي ضرر من علاقتها بإسرائيل، بالعكس هي تعتبر أنه وجودها وجود علاقة مع الطرفين يجعلها وسيط إذا لزم الأمر، وأنها هي بهذا السلوك تنشر الاستقرار الذي يمكن أن يكون مقدمة للسلام. ولذلك هي ليست قلقة من هذا الجانب. بشكل أساسي ما زالت الصين تنظر إلى إسرائيل على أنها قاعدة استعمارية، وإن كان هناك مجموعة من المصالح المشتركة فهي على وعي تام بأن هذه المصالح هي مصالح مؤقتة. لكن الصين عندها هاجس أنها تريد أن تستكمل كل البنية التي تؤهلها لمواجهة محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكما ذكرت حضرتك في البداية أنه الجانب التكنولوجي هو جانب مهم جدا في هذه المواجهة اللي أنا بقدر أنها حتمية. ولذلك هي كيف تسمح أمريكا بذلك دكتور؟ يعني منطقيا يعني كيف تسمح أمريكا بذلك؟ نحن نعرف بأن النفوذ الإسرائيلي أو الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية هو نفوذ عميق ومؤثر، وليس فقط على مستوى الكونغرس وإنما أيضا في الإعلام. ولذلك أي شخصية كانت تنقد أو تسلط الضوء على هذا الجانب كان يا إما يتم الرد عليها أو تجاهلها. من أهم الشخصيات التي مؤخرا ردت على السلوك الإسرائيلي اللي هو كان بولتون. بولتون الآن مشى، من أيام معدودة مركز الزيتونة في لبنان في بيروت ترجم ولخص وترجم في الحقيقة تقرير طويل من راند، مؤسسة راند وهي تتبع وزارة الدفاع الأمريكية، تحدث فيه عن تنامي العلاقات الإسرائيلية الصينية، وهو أمر غير معتاد. إذن هون وتيرة الاحتجاج على هذا النوع من العلاقات كان في تصاعد مستمر. أن تقديري أنه في النهاية إسرائيل ستجد نفسها مخيرة، إما أن تستمر بعلاقتها مع الصين أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بظن أنه علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى وأبقى، ولذلك أستشرف علاقة سيئة مع الصين في المستقبل ليس البعيد. وإن كانت الآن علاقة إسرائيل بالصين هي علاقة مميزة جدا على الصعيد الاقتصادي، كما ذكر زميلنا من قطاع غزة هناك مشاريع كبيرة جدا في مجال البنية التحتية، هي جزء من مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى شراء الصين لمجموعة من الشركات الإسرائيلية الكبرى مثل شركة في مجال الألبان، في مجال
المكياج ومجموعة من الشركات، لدرجة أنه هناك أصوات داخل إسرائيل تنتقد هذا السلوك وتعتبر أنه الصين على مشارف شراء أهم شركات الإسرائيلية، بالإضافة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت حساسة جدا من وجود الصين على الأرض وصلا في ميناء حيفا، إذ أن البوارج الأمريكية وحاملات الطائرات تأتي إلى هذا الميناء تحديدا، وكان هناك رفض أمريكي للدخول الأسطول الأمريكي أو غيره إلى هذا الميناء الآن تحت هذا معناه أنه تريد الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل أن تعلن موقفا محددا. بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل من خلال علاقتها مع الصين ومع الهند ومع بلدان أخرى تريد أن تقنع الممولي المشروع الصهيوني وأصحابه بأنه هذا مشروع قابل للبقاء وحده بدون الاعتماد على طرف آخر، ليس عالة على الولايات المتحدة الأمريكية أو على أوروبا، ولذلك هو قادر على توليد دخله بنفسه من خلال تجارة الأسلحة والتكنولوجيا، وفي عنده استدامة ذاتية. نعم. وهذا هو سبب العلاقة الأساسي، أنه إسرائيل تتخوف من زوال الدعم الغربي ولذلك تريد أن يكون عندها نوع من أنواع الاستدامة الذاتية فيما لو تغير هذا الموقف. أستاذ محمد، من غزة، على الرغم من معرفة الكيان إلى حساسية الموقف وخطورته وصعوبة المزاوجة بين علاقة متميزة مع الصين وأخرى كذلك متميزة مع أمريكا، ومع ذلك يمضي الكيان الصهيوني في بناء هذه العلاقة وتطويرها بشكل ملاحظ وقوي. السؤال المطروح الآن، ما الذي يستفيده الكيان من علاقة متطورة ومتميزة مع الصين؟ هو يستفيد ما ذكرته سابقا، هو بحاجة إلى هذه العلاقة من ناحية يعني وفرت على مدى سنوات أيدي عاملة رخيصة، خصوصا في ظل يعني عندما قام الاحتلال بإجراءاته وذلك بفصل الضفة عن القدس وربما يعني أيضا انفصال عن غزة. هذا الأمر جعل من الأيدي العاملة الفلسطينية التي كانت تعمل لدى الاحتلال هذا العدد ينقص بشكل كبير جدا، يحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة. الصين هي ومن وفرت هذه الأيدي العاملة، لكن الأهم من ذلك أن الاحتلال بحاجة إلى تشغيل، بحاجة إلى فرص عمل وتشغيل، وكما تفضل الدكتور الآن الهايتك هي الأكثر شهرة في التجارة والتعامل ما بين الاحتلال ودول آسيوية على رأسها الصين. الاحتلال ماضي في هذه العلاقة لأن اقتصاد الاحتلال كما يعرفه الاحتلال نفسه في أكثر يعني أكبر كتاب في مجال الاقتصاد أنه اقتصاد تابع وليس اقتصاد مستقل. نعم. ولا يجب أن يبقى حال دولة الآن يعني تنافس أو تحاول أن تجعل نفسها في مصاف دول عظمى أن يظل اقتصادها تابع، اقتصاد متعلق بمساعدات أمريكية أو متعلق بسماح أو عدم سماح لبعض التجارات أو الصفقات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يستطيع الاحتلال الاستمرار بهذه الحالة، الاحتلال من أجل أن يحظى بالمعنى الكامل بمعنى الدولة ودولة عظمى بين قوسين كما يطرح نفسه لابد أن يصبح لديه هذا الاقتصاد المستقل، هو لذلك يسعى إلى ذلك. كتب معهد الأمن القومي الصهيوني، موقع معهد الأمن الصهيوني، مقالا عن هذه العلاقة ما بين الاحتلال وما بين الصين، ومن ضمن ما ذكروا أن الاحتلال يقرأ إرهاصات أو بداية ضعف الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أوروبا في المجال الاقتصادي والصعود الآسيوي القادم، لذلك هذه القراءة تدفع بالاحتلال يذهب باتجاه الصين. الاحتلال ربما لم ينجح اليوم في تمرير هذه الصفقة ما بينه وما بين الصين، لكن ربما في مكان يخفى عن المجهر الأمريكي ربما هو يسعى إلى أن يبقي هذه القناة قائمة إن لم تكن تعمل الآن، لكن يريد أن يبقيها قائمة لمرحلة ما، لحالة طوارئ، لحالة يصبح هناك هزة، لهزة كما يحدث اليوم. الاحتلال يرتجف اليوم
من هذا التخلي الأمريكي عن الأكراد في سوريا وما يحدث اليوم في هذه الأيام. نعم. الاحتلال كتب كثير عن هذا الموضوع، وخرج نفتالي بنت والذي كان عضو في المجلس الأمني المصغر وكان وزيرا لدى الاحتلال ليقول يجب أن نتعلم درس كبير مما فعلته أمريكا في سوريا، ويجب أن نبدأ الآن أن نثق بأنفسنا ونعتمد على أنفسنا، وأنه ما حك جلدك من تظفرك. سيظل هذا الخيار مفتوح، وإذا ما بحث الاحتلال عن هذه الخيارات فإن الصين هي أول هذه الخيارات وأقواها من ناحية اقتصادية قادمة. نعم. وكذلك ربما من ناحية التبادل الأمني. أستاذ محمد، أخيرا لو سمحت لي، عندما نقرأ أن مسؤولين أمريكيين انفجروا غضبا في وجوه نظرائهم الصهاينة وقالوا لهم أن واشنطن لن تقبل أن تكون صديقة لدولة تبني الصين موانئها، ماذا يعني ذلك؟ هل بالفعل سنشهد علاقة متوترة بين الكيان الصهيوني وأمريكا ناتجة عن تطور العلاقة بين الصين والكيان؟ هو لا شك أن هذا يحدث توتر، وتوتر شديد جدا، لكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسدد وتقارب في العلاقة لأنها بحاجة إلى هذا الدولة الوظيفية. ربما أختلف قليلا مع الدكتور في قضية التأثير الإسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية لا أعتقد أن الاحتلال أي تأثير على الولايات المتحدة، أقصد القضايا الاستراتيجية فيما يتعلق بالأمن القومي أو بقضايا تخص الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يكون التأثير لإسرائيل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنها تسمح بصفقة التي منعتها ما بين الاحتلال والصين، وبالفعل يتسرب الأطرار التكنولوجية العسكرية نحو الصين، ولذلك ضربت على الطاولة بقوة. الآن يزعجها كثيرا أن الصين تبني الموانئ الصهيونية، يزعجها كثيرا المخاطر كتب عنها بعض قادة سلاح الجو الصهيوني، أن هذا احتلال صيني لموانئنا كما يقولون هم باللفظة، احتلال صيني لموانئنا، إذن هو بالفعل له تأثير أمني على الاحتلال مستقبلا كما يقرأ بعض قادة الاحتلال، ولكن أيضا سيكون له تأثير على قدرة الولايات المتحدة في التأثير على هذه الدولة الوظيفية الاحتلال، ووجودها هنا في الشرق الأوسط من أجل المحافظة على المصالح الأمريكية. والدعم الذي يتلقاه الاحتلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو من أجل إكمال هذا الدور ومن أجل استمرار هذا الدور. الانزعاج ربما لم يصل إلى حد القلق الكبير الذي دفع الولايات المتحدة للضرب على الطاولة فيما يتعلق بصفقات السلاح، لكنه انزعاج كبير بلا شك، سواء في تأثيره على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أي صعود وأي نمو للصين هو بالتالي تأثير عكسي له، تأثير تتأثر به سلبا الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. أشكرك جزيلا أستاذ محمد حمادة المتخصص في الشأن الصهيوني، كنت معنا من مدينة غزة معقبا على هذا الموضوع. الدكتور، مرة أخرى، متى يمكن أن تصل الأمور إلى نقطة بالفعل يحتاج فيها الكيان الصهيوني أن يتوقف قليلا لصناعة نوع من التوازن في هذه المرحلة بين علاقة مميزة مع أمريكا أو مع الصين؟ تصوري أن النقطة هذه لن تكون بعيدة، وسنرى تدريجيا إرهاصات ومقدمات لموقف من هذا النوع. وأنا بتصور أنه أي توتر في العلاقة ما بين الصين وإسرائيل سنجد انعكاساته في الملف الفلسطيني، في علاقة الصين بإيران، في علاقة الصين بسوريا. إذا نجحنا برصد أي تحولات في هذه البلدان الثلاث على وجه التحديد، معنى ذلك أن الأمور ستأخذ بالذهاب نحو الأسوأ بعلاقة الصين مع الكيان الصهيوني. بأي اتجاه يعني أنه في لحظة ما هل ستميل الكفة الصهيونية إلى صالح العلاقة مع الصين أم مع أمريكا؟ هي بالتأكيد لا تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت أموال ضخمة جدا في المشروع الصهيوني، بالإضافة لأنه جزء كبير من قادة المشروع الصهيوني هم متداخلين في النسيج الأمريكي. نعم. فعمليا لن يسمحوا بأن تكون إسرائيل هي الأداة التي تقوض الهيمنة الصهيونية على
العلاقات الدولية وتستفيد من القوى الأمريكية والقوى الغربية اللي استثمروا فيها عقود طويلة. نعم، هل الأمريكان يخشون بالفعل من عمليات تجسس أو نقل لتكنولوجيا الصناعات العسكرية إلى الصين بهذه السهولة؟ هل دولة الاحتلال بهذه السذاجة حتى تنقل هذه الخبرات، أم أن الأمور أعمق من ذلك؟ لا، دولة الاحتلال عندها نوع من المنعة. واضح جدا أنه كل محاولات تجسس على الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل لم تعاقب عليها، أو عوقبت عقوبات شكلية زي قضية بولارد، زي قضية تجسس على البيت الأبيض. قبل أسبوع أظن كشفت الصحافة أنه إسرائيل وضعت شبكات مراقبة أمام البيت الأبيض، وكان هناك تحقيق، هناك مناعة إسرائيلية تجاه العقوبات الأمريكية. في شبكة علاقات عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية تحمي إسرائيل عادة وتخفف أثر أي غضب أمريكي تجاه إسرائيل. ولذلك نعم، أعتقد أنه إسرائيل في المرحلة القادمة ستتجه نحو مزيد من التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان هي خلال الفترة الطويلة الماضية استطاعت أن تنقل جزء كبير من التكنولوجيا بأساليب متعددة إلى الصين، هذه حسب الاتهامات الأمريكية، إلى درجة أنه قبل استقالة بولتون بقليل قال بأن الصين عليها ألا تفخر وألا تفرح في عندها طيارة اسمها جي 20، وهي عبارة عن نسخة حسب ما يدعي من المقاتلة الأمريكية الحديثة F-35. هناك قناعة منتشرة بأنه مصدر تهريب هذه التكنولوجيا الأمريكية التي استثمر فيها مئات المليارات من الدولار واحد من طريقين، إما إسرائيل أو تايوان، والأرجح أنه من إسرائيل، لأن تايوان ليس لديها هذه القوة والمناعة التي عند إسرائيل، بالإضافة إلى أن إسرائيل موقع مجموعة من الاتفاقيات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الأوروبيين على أن يكون مستوى تكنولوجي في إسرائيل موازي لما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وبالتالي فإن أحدث التكنولوجيات في تلك البلدان تنتقل إلى إسرائيل، والتي بدورها يمكن أن تنتقل بسهولة إلى الأطراف التي تحتاجها. ما الحد الذي يمكن بالفعل لإسرائيل أن يعني أو المجال الذي يمكن لها أن تلعب به، يعني المساحة المتاحة حتى هي لا تتخوف في لحظة ما من أن هذه التكنولوجيا أو أن هذه الخدمات المقدمة إلى الصين قد تضر بعلاقتها بأمريكا أو قد تضر بها في المستقبل، لأن هناك قناعة راسخة لدى إسرائيل بأن الصين ليست معها أو بأنها تختلف معها في كثير من القضايا وتعتبرها قاعدة إمبريالية في المنطقة. إسرائيل ليست على قلب رجل واحد. المعسكر الصهيوني اليوم في شرخ عميق، ولذلك نتنياهو يمثل شق من هذا المعسكر، وهو رجل عنده استعداد أن يغامر بعلاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الأوروبيين. كنا نرى كيف يتعامل بفوقية وعنجهية مع أوباما على سبيل المثال، وعندما جاء ترامب اليوم يعتبر بأنه فرصة سانحة لن تتكرر، ولذلك ضغط عليه بأنه ينقل السفارة إلى القدس، ثم ضغط عليه فاعترف باحتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان، ثم الآن هو يتحدث عن اقتطاعات واسعة من الضفة، وبعد ذلك غور الأردن. هو بيعتبر أنه وجود رئيس بمواصفات ترامب هو فرصة ذهبية، ولذلك اليوم هناك انتقادات حادة لمواقف نتنياهو بأنه أخذ إسرائيل باتجاه اليمين الديني، جعل الشأن الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية بدل أن كان مسألة إجماع الحزبين الكبيرين جعله عند حفنة قليلة من الحزب الجمهوري وهو اليمين الديني. ولذلك هو عمليا بيعتبر أنه هامش المخاطرة وهامش الأمان عنده أعلى من بقية أعضاء المعسكر الصهيوني اللي ذكرنا. نعم، أشكرك جزيلا دكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، كنت معنا في هذا الموضوع. وننتقل بكم مباشرة أعزائي المشاهدين إلى فقرة أخرى، وهي في زهرة المدائن، فقرة زهرة المدائن طبعا ومعركة البقاء في القدس، فالمتابعة.
القدس عم نواجه تحدي كبير، تحدي في وجودنا. يعني هذا اليوم احنا وصلنا لمرحلة، وهذا كمان يعني الإسرائيليين عم بيعلنوا بشكل واضح انه عمليا التهويد تقريبا خلص بالقدس. هم اليوم معركتهم ضدنا، ضد وجودنا، اللي سموها المعركة الديموغرافية، واللي حكوا عنها مش اليوم، حكوا عنها من سنة 2000. أول مؤتمر في هرسيليا ذكروا أنه عندهم الموضوع الديموغرافي هو موضوع مقلق، وعشان هيك هم بيشتغلوا كل هذا الشغل الكبير مشان يتخلصوا ويعملوا التوازن الديموغرافي، يطلعوا قد ما بيقدروا من القدس ويجيبوا بدالهم مجموعات مستوطنين. احنا متأثرين جدا بالإجراءات الإسرائيلية، مأثرة علينا بشكل كبير، وحطتنا بقرنة، لأنه يعني هدفهم إنهم يبعدونا عن القدس، وهم عم بنجحوا في تهويد القدس وعم بنجحوا في كل الضغوطات اللي بمارسوها علينا دون حاجة لا لترامب ولا لاعترافه ولا لخططه. واثنين، الإسرائيليين عندهم إشي أبعد حتى من اللي حكاه ترامب، يعني هم بدهم القدس عاصمة للشعب اليهودي، بمعنى فارغة من كل الفلسطينيين. وكمان هم يعني طول نهارهم بيطالبوا بالدولة اليهودية وبحاولوا يفرضوا علينا كفلسطينيين مسار المفاوضات بموضوع الدولة اليهودية. الإمكانيات الموجودة عند المقدسيين هي إمكانيات كمان مش سهلة بالتصدي لكل هذا، المخططات الكبيرة، الميزانيات الكبيرة، عندهم ميزانيات ضخمة جدا للاحتلال اللي حاططها بس منشان يعني يضغط على المقدسيين يدفعهم بترك المدينة، والمقدسيين متحدين، أطفالنا، كبارنا، شيوخنا، ستاتنا، يعني هم في حلقات متواصلة كل يوم بالتقريب، صحيح إنها محدودة، لكن عودنا الشارع المقدسي إنه يبدأ وبعدين أموره تكبر. وهذا كمان على مر التاريخ، ويمكن المثال الصارخ اللي بنحب دائما نذكره، كل المقدسيين بذكروه، اللي تم قبل كم من يوم، قبل شهرين ثلاثة، في الأقصى، آلاف الناس بأسرها، بأطفالها، بكل شيء، التلاحم اللي كان بين الناس، كل هذا بدل على إنه في بذور، في قابلية عند المقدسيين إنهم ينفجروا بأي دقيقة. كتل العالم لأول مرة بالصورة هاي ضد الولايات المتحدة. اليوم في مطالبات لفرض عقوبات، لفرض مقاطعة كاملة، يعني أهلنا في الضفة الغربية، الأطباء، أطباء الأسنان والأطباء العامين والصيادلة، أخذوا خطوة ممتازة، قاطعوا كل إشي له علاقة بأدوية أمريكية. واليوم القطاع التجاري مطالب بنفس الشيء، إنه يقاطع كل البضائع الأمريكية. هذا خلق جو عام اليوم على مستوى العالم حتى ضد الولايات المتحدة. يعني احنا عم بنشوف مظاهرات ضخمة جدا في كثير من البلدان ضد هاي الخطوة. المقدسيين بدهم ينهوا الاحتلال، بدهم ينهوا هذا الكابوس اللي موجود فوق راسهم، بدهم ينهوا الخطر اليومي بإبعادهم عن القدس. يعني متمسكين بالقدس، رسالتهم انه بدهم يضلوا بالقدس، بدهم يبقوا بالقدس، بدهم يحافظوا على اللي بقي لإلهم بالقدس. ببساطة شديدة وبإشي كما يقال بالمقدسي بخفة دم، بدنا نساعد الناس تبقى بالقدس، نقطة سطر جديد، بدناش تاني. مش مطلوب من العالم اليوم لا خطط استراتيجية ولا إشي، اليوم في معركة بقاء في القدس ببساطة جديدة، بدنا يساعدوا الناس تبقى بالقدس بس. هاي كل المطلب اليوم، بدنا إرادة، الكل بده إرادة، يعني اللي بده يساعد بس بده يكون عنده إرادة ويكون عنده قابلية لأنه يتحرك بهذا الاتجاه. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، نعود بكم في ذاكرة فلسطين إلى عام 1996 ومؤتمر شرم الشيخ، فإلى هناك. فيما ارتفع صوت الرصاص
لم يكن للمفاوض سوى المطالبة بحلقة أخرى في سلسلة المفاوضات مع المحتل الإسرائيلي. مؤتمر شرم الشيخ عام 1996. في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذتها حركة حماس ضد أهداف إسرائيلية، دعت مصر إلى مؤتمر دولي في شرم الشيخ لإنقاذ عملية السلام بحضور 70 دولة، وشاركت فيه السلطة الفلسطينية. كان الهدف من المؤتمر هو دعم إسرائيل في التصدي للمقاومة وعملياتها ضد إسرائيل، وفي محاصرة حركات المقاومة وتشكيل لجنة عمل لذلك الغرض، رغم أن حماس أخذت تبعث بإشارات للمجتمع الدولي تبرر فيها العمليات الاستشهادية بأنها للدفاع عن النفس، وحاولت في حينه خطب ود المجتمعين، وأبدت استعدادها لقبول وساطة الشركاء في القمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأعلنت أنها مع السلام القائم على الحق والعدل وإعادة الحقوق لأصحابها. لم تجد مذكرة حماس صدى لدى المؤتمرين، وأخذت السلطة دورها في التصدي للمقاومين وفي اتهام حركة حماس بوجود صلات خارجية مع إيران. أما إسرائيل فبعد أسابيع قليلة من مؤتمر شرم الشيخ مارست إرهاب الدولة، وكان على رأسها تيمون بيريز، فأشعل عملية عناقيد الغضب وارتكب مجزرة قانا جنوب لبنان. رد الحكام العرب على تلك الجريمة النكراء باتفاقهم على دفع عملية السلام في قمة جمعت عرفات والملك حسين ومبارك في الأردن في حزيران من عام 1996، بعد لقاء عرفات مع كلينتون في واشنطن في أيار من نفس العام. ولكن فوز الليكود وتشكيل حكومة إسرائيلية برئاسة نتنياهو عرقل الجهود الأمريكية رغم الانبطاح التام من المنظمة ورغم سعي مصر والأردن. ظلت أمريكا تعمل على حل قضية الشرق الأوسط حسب مبدأ تلازم المسارات، وحرصت على أن يسبق المسار السوري وتابعه اللبناني مسار التسوية مع الفلسطينيين أو أن يتزامن معه، ولكن ذلك المسار لم يتقدم لأن إسرائيل مارست التفاوض برؤية تستهدف الاختراق الاقتصادي والتطبيعي، وساعدتها على ذلك بريطانيا. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور الله.